الراديو 90-90 هواها مصر. لسه مكملين معاكم في حال بلدنا وفي ضيافتنا استاذ علاء عادل عضو شعبه الادوات المكتبيه بالغرفه التجاريه بالقاهره، فاتحين ملف زياده اسعار الادوات المكتبيه الفتره اللي فاتت، وكنا متوقفين برضو عند موضوع المعرض اللي تم انشاؤه وهيبدا افتتاحه ان شاء الله من يوم 18 سبتمبر لحد 22. الاسعار هتقل بنسبه قد ايه تقريبا؟ يعني انت قلت لي الكشكول وصل 13 جنيه، الكشكول ده في المعرض هيبقى بكام؟ ما حضرتك الكشكول في المعرض ممكن يبقى 10-11 سعر التكلفه، لان المكاتب مثلا بتحط نسبه ربح لانها عندها مصاريف وكده. فالمعرض هيحقق لك الحاجه دي ان هو هتلاقيه بسعر الجمله بسعر، وفي حاجات هو التاجر مش هيكسب، يعني هيبقى في نسبه المكسب بتاعه مش الربح بتاعه. ما حضرتك اللي داخل دوت مش مكتبه او كده، اللي داخل دوت تاجر مستورد او مصنع او او صاحب توكيل او صاحب منتج معين بينزل يعمل دعم للمواطن المصري اللي هو في اول السنه، بحيث هو يقدر ويبيع اكتر عشان نبقى صراحه برضه، ما هو هيبيع بكميات اكتر. والله هي الفكره الرئيسيه في الموضوع، يعني مش فكره بيع، ما هو كده بيبيع في محله او بيبيع في مكانه وبيكسب. هي الفكره اللي احنا نازلين المعرض دوت عشان خاطر ده اهلا مدارس وفي حب مصر، ان احنا نوفر للمواطن الاسعار التكلفه عشان المحدود الدقل يقدر يكمل ولي امر مثلا عنده 3 4 عيال. ده كده يوضح لي يا استاذ علاء ان في كميات كبيره، في كم يكفي للسوق، يعني انت ما عندكش نقص في حاجه معينه من المنتجات دي، لا انت عندك كفايه في كل حاجه سواء من الحاجات المستورده او حاجات المصري، صح؟ الحمد لله كل سنه بتوفر الكم الكافي للمنتجات، لان ده ممكن يعلي السعر برضو لو انت عندك نقص في منتج معين ممكن يزود السعر برضو. طبعا لما الواحد بيلاقي صنف مش موجود في السوق، في ناس بتزود الاسعار وفي ناس لا. انا مع نفسي ما يعني هو السعر زي ما بسعره زي لغايه ما البضاعه كلها تخلص. لا يعني لو عندك دستين كشاكيل باقيين كده، ما انت هتروح مزودهم شويه، ما دول اخر دستين بقى. لا اخدهم بقى للعيال عندي في البيت. مش هبيعهم ولا هبيعهم ولا هزود. خليهم ليا احسن. طيب ايه تاني من الزيادات؟ يعني خلينا نقول نروح على الزي المدرسي، وده مهم جدا برضو بالنسبه للمدارس الحكوميه، زاد برضو. هو شعبة الملابس في الغرفة التجارية نازلة وعاملة أسعار حلوة برضك وعامل. طب هو ده زاد ليه؟ يعني أنا بشوف إزاي بتاع المدارس الحكومية ما فيهوش صنعة برضه، بيصنع هنا، ولا تقول لي بقى ده رغب بنستورد له حاجة؟ ما هو لا، هو العوامل هي في كل المنتجات. لا يعني ده بنستورد له حاجة؟ خامات طبعًا بنستوردها. والتكلفة والعمالة، يعني العمالة دلوقتي بقت صعبة جدًا. يعني مش موجودة ولا مكلفة؟ مش موجودة، مكلفة. وبعدين ما بتنتج، يعني مثلا انا مصنع فاتح انتاج معين، ما بتقدرش تغطي لك الانتاج اللي انت عاوزه. لانك طبعا انت عندك، بقول لحضرتك 90 مليون و 40 مليون طالب مثلا. فهتغطي عليهم ازاي؟ يعني كم مصنع يقدر يغطي عليهم؟ لا مصانع 90 مليار و 400 مليون، ما تقوليش ان عدد السكان ليه علاقه. لا اعمل مصانع كتير وزود الانتاج. بيدعموا المصنعين جامد جدا. يعني في الصين كل مصنع بيصدر، يعني شوف هو بيكفي بلده وبيصدر. والحكومه كلها بتدعمه. طب انت ما بتكفيش انتاجك، ما بتكفيش ليك كمصنع هنا، يعني اكيد حاجه تقعد معاهم من خلال الغرفه. هو المصانع مش كتير لسه. يعني احنا السنه دي الحكومه اتجهت اللي هي تجري كلها ولا التصنيع، عاوزين نوفر عمله، عاوزين كل يصنع. كلنا عايزين ننتج. فهو ماشي. بدا يعمل بقى، يعني يقلل التكلفه على المصنعين. بدا يعمل لهم، يعني يتنازل شويه عن الاجراءات كان القويه جدا، ان هو يبدا يخلي المصنع برضك يتشجع ويفتح مصنع بسهوله. انما هي مشكله برضك في الاماكن، يعني انت هي لسه ما قلتش قوي، بس بنسبه ما، لا يعني بدات الاجراءات تقل سنه. احنا خلينا نركز بس في اللي هي الدعم اللي احنا عاملينه كغرفه تجاريه في المعرض. ان احنا عاملين الكتب باسعار مخفضه، عاملين عليها خصومات الكتب الخارجيه. نسبه الخصومات قد ايه تقريبا؟ يعني تتراوح مثلا من 5-20% مثلا. تختلف من، يعني ايه الاختلاف من 5-20 ليه؟ والله مش انتوا متفقين مع كل دور النشر مثلا على نسبه معينه، ولا في واحد بيقبل واحد ما بيقبلش؟ ايوه في واحد بيقبل وفي واحد ما بيقبلش، فاحنا بنحاول نقلل من نسبه الربح خالص. يعني يعني ممكن ناخد منهم نبيعه بنفس الثمن. ده بالنسبه للكتب الخارجيه. ايه تاني النسب الخصم؟ يعني مثلا الكشاكيل، الكشاكيل مثلا هتتراوح من 30-40% من 30-40%. 30-40% عن سعرها اللي موجود في المكاتب بره، صح كده؟ ماشي. الاقلام والمصادر الاستيك هتبقى كلها بسعر الجمله، ممكن تتراوح مثلا، لو يعني مثلا لو واحد نسبه الخصم قد ايه؟ بص حضرتك، لو واحد بيشتري مثلا قلم ب 2.5، ممكن يجيبه ب 21 جنيه الدسته، او يجيبه ب 18 جنيه الدسته. يعني ممكن هي ب 2 جنيه ونص المفروض يعني ب 30 جنيه. ممكن يجيبها ب 18 ب 21، في حاجات ممكن يجيبها ب 15 جنيه. الجوده مش اقل شويه؟
هو نفس الاقلام اللي بتتباع بره هي اللي هتتباع في المعرض. بصراحه حد سمعنا بجد يعني الجوده مش هتقل شويه؟ مش الدسته دي غير الدسته دي ولا خالص، بالعكس ده في حاجات هتبقى جودتها احسن. في حاجات هو مش هيلاقيها. ما هو دخلنا في جوده احسن يبقى ممكن في جوده اقل. انت بتحكمها ازاي بقى؟ ما حضرتك يعني في انواع كتير جدا من الاقلام والقلم الرصاص والاساتيك بتختلف. يعني في لما انا مش عاوز انطق توكيلات او انطق لا طبعا هتدفع ثمن الاعلان. طيب مش هسيبك تخرج من هنا تدفع ثمن الاعلان، مش هتغلي علينا بره وتيجي تلبسنا هنا. لا طبعا فهو في انواع كتير من الاقلام، في توكيلات، في اقلام اندونيسي، في اقلام الماني، في اقلام صيني، في اقلام مصري. يعني نقول نسبه الاقلام في المعرض النسبه هتقل قد ايه؟ نسبه الخصم هتقل بردك من حوالي من 30 ل 40%. من 30 ل 40 برضه زي كشاكيل. الشنط المدرسيه بقى اللي بقت نار دي، الشنط المدرسيه بقى احنا عاملين انواع كتير جدا. دي قلت لي بقى في بدايه الحلقه ان اتصنعت هنا. طبعا طبعا يبقى تقل. طبعا ايه، طب ما قلنا اللي هي قلت يعني بالنسبه قد ايه بردك من بالنسبه تروح من 30 ل 40% من 30 ل 40% برضه. ومتوفره جدا. طب انت بعد الحلقه دي ممكن تفاجئ ان كل اولياء الامور بمختلف المستويات راحوا المعرض، المنتجات اللي هناك تكفي باذن الله. على مدار الاربع ايام. وبعد كده ممكن نوجد لهم الحلول لما يقولنا ان هم نوديهم اماكن يجيبوا منها باسعار الجمله برضه. في معارض تانية معموله مثلا في محافظات تانية؟ اصل انا مش بتكلم على القاهره هنا دلوقتي. لا انا بكلم حضرتك في موضوع المعارض دي، احنا بنحاول ناخد مكان امن جدا للناس. انا مش اصل انا مش هجيب الناس في الشارع واقول لهم تعالوا انا اعمل لكم معرض كغرفه تجاريه يعني. وانا ما اتحملش مسؤوليه الناس وما اتحملش مسؤوليه العارضين حاجه. لازم يكون مكان امن ويكون جوه المعرض. ايوه استاذ علاء، بس انا هنا يعني اجي اقول لك مثلا انا هعمل كشك في الشارع مثلا او هعمل شادر او الكلام ده كله. انا كغرفه تجاريه ما اقدرش. طيب انا بس عشان سؤالي يبقى محدد، البضائع الموجوده تكفي على مدار الاربع ايام مهما كانت السحب منها قد ايه ان شاء الله؟ طيب انا هنا ما بكلمش القاهره والجيزه يا سيدي اللي ممكن يجي لك لارض المعارض. بقيت 27 محافظه هتعملوا فيهم ايه؟ ما احنا غرفه انا عارف حاجه تبع القاهره. انا بتكلم هل في معارض تانية عندك حاجه معلومات عن معارض تانية بتتم في بقيه المحافظات؟ والله انا اعرف ان معظم اعضاء مجلس الشعب بتتعامل بقى بشكل ودي كده بقى، مجتمع مدني مش أيوة. مش حكومي. لا مش تبع. طب هل بيحتاجوا تصريح برضو من وزاره التموين والتجاره؟ هو كل واحد بيحتاجوا تصريح من الحي بتاعه بقى. الحي دي محليات بقى عشان دولت بيعملوا في الشارع ما بيعملوش في يعني احنا هنا بنحتاج موافقه وزير التموين عشان خاطر احنا بنعمل في مبنى الصندوق الاجتماعي. تمام. انما هم يعني بيعملوا في الشارع كل واحد بقى، عضو مجلس الشعب اذا كان حي اذا كان اعضاء محليين بيحاولوا برضه كل واحد بيحاول يساعد محدود الدخل اللي عنده عشان خاطر يعني ولي امر فعلا عنده 3 4 طلاب انا بشفق عليهم جدا طبعا وربنا يكون مع زياده الاسعار دي مع بعدين بقى يعني انت داخل على موسم دراسه وكان قبل كده عيد وقبل كده رمضان. يعني احنا يعني مثلا الفوانيس السنه دي كانت صعبه عشان احنا لعب ادوات كتابيه ولعب اطفال. فالفوانيس شريحه من عندكم. الفوانيس زادت بنسبه يعني تعدي بيها ال 150%. بس انا اقدر ما اجيبش فانوس، انما اقدر اجيب الادوات المكتبيه لازم دي الدراسه. فاحنا بنحاول ندعم موضوع المدارس جامد جدا يعني. لسه مكملين مع استاذ علاء عادل عضو شعبه الادوات المكتبيه بالغرف التجاريه بالقاهره، بنتكلم في موضوع مهم جدا وهو ملف زياده اسعار الادوات المكتبيه في مصر هذا العام. اولياء الامور هيعملوا ايه؟ بيحاول يحلوا من خلال معرض اهلا مدارس الموجود دلوقتي في ارض المعارض، بيقل شويه، هيكون من الفتره من 18 ل 22. عندك اي استفسار ممكن من خلال ارقام رسائلنا على 199 او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 866. يعني واضح ان هو معرض اهلا مدارس ممكن يبقى حل كويس في موضوع زياده الاسعار بعد ما اتناقشنا مع استاذ علاء عادل ضيفنا الكريم النهارده على موضوع زياده اسعار الادوات المكتبيه الفتره اللي فاتت. قال لنا اكتر من سبب، سواء زياده سعر الصرف، طبعا زياده الدولار، طبعا واضح ان في سلع كتير جدا بيتم استيرادها، واللي ما بيتمش استيرادها بيتم استيراد المواد الخام بتاعتها، بالاضافه طبعا لزياده سعر الدولار الجمركي، بالاضافه لزياده الجمارك نفسها، بالاضافه لسعر النقل، برضه النقل بدا يزيد عشان البنزين بدا يزيد، ولكن اهلا مدارس ممكن يبقى فيه بسعر التكلفه. فانا هركز فيه شويه الصراحه، انا استبعدت شويه موضوع جشع التجار اللي كتير من المواطنين بيتكلموا فيه، لان واضح ان مع الزيادات هو مش عارف يكسب كويس، فهو لا ثبت نسبه المكسب اللي كان بياخدها لإلا قلل عشان يقدر يبيع اكتر. فخليني في الحل اللي في ايدي دلوقتي اللي ممكن يحل فعلا وهو اهلا مدارس. انا مش هينفع معايا 4 ايام والله، وبالذات كمان انت هتبدا يوم 18 فهيبقى صعب جدا، وبالذات ما حضرتك هيشتغل عليك القاهره وجيزه، يعني القاهره الكبرى هتشتغل عليك. احنا عملنا مشكله جامده جدا بسبب الموضوع، احنا عاوزينه اصلا يبقى اسبوع.
ده اقل حاجة. ايوه طبعا. بس هو مبنى الصندوق الاجتماعي مش قادر يدينا اكتر من 4 ايام. ليه يعني؟ هل مثلا المكان ده بيبقى مخصص لحاجة تانية فيتم؟ المكان ده على طول بيبقى فيه معارض. انما هو احنا كلمنا الوزير وقلنا له ده معرض مهم جدا لاولياء الامور. طبعا المفروض ده يبقى اقل حاجه اسبوع، يبقى متثبت وقته كمان. اعتقد مع الوزير علي مصلحي راجل متفهم جدا للامور دي، اعتقد ممكن نزود بناء على طلبكم. ده خلي بالك انت لازم تطلب عشان هو برضه قدمنا يعني كل الشعب قدم الطلب ان هو بدل ما يبقى 4 ايام او 5 ايام يبقى اسبوع او 10 ايام. شعب ازاي مثلا؟ تمام. الشنط الحاجات دي كلها. فاحنا نتمنى عشان نقدر نخدم الناس اكتر ونخدم عدد اكبر. الشنط بقى بكام؟ عشان ما جبتش لسه فطمني كده. ما هو ده حسب الشنطه اللي انت بتجيبها بقى. يعني قول لي مستوى سعر، يعني اقل حاجه مثلا كام واكتر حاجه كام؟ يعني اقل حاجه مثلا 80 100 جنيه. اقل حاجه 100 جنيه دلوقتي. اقل حاجه 100 جنيه لحد بقى حسب التوكيلات بقى وحسب يعني. ما في شنط ب 1200 جنيه وشنط ب 1000 مستورده برضو، في منها نسبه استيراد كتير وفي منها مصر طبعا. يعني انت بتطالب دلوقتي معانا على الهواء بزياده عدد ايام المعرض وصولا مثلا 7 ايام. يا ريت، احنا عشان نقدر نخدم اكبر عدد من اولياء الامور. بضائع عندكم تكفي؟ ما انا مش هزود ايام واجي اخش يقول لي لا اصل الايام خلصت، اصل الكشاكيل خلصت. لو البلد كلها جت ان شاء الله يعني عندنا عدد كفايه. استاذ اتفضل. وداخل في المعرض اصلا اسماء كبيره جدا من المستوردين يعني. فعندهم مخزون كويس ومحضرين نفسهم. اكبر مستوردين في مصر الادوات الكتابيه، وانا بتكلم على الادوات الكتابيه داخلين في المعرض. نفس السنه الجايه اقعد معاك تقول لي اكبر مصنعين في مصر، ما تقوليش اكبر مستوردين، نفسي نوصل لدي. ما هو خلي بال حضرتك، ما هو كل المستورد ما هو مصنع كمان. يعني كل واحد بيقدر دلوقتي اكبر. لا انا عايزه السنه الجايه يبقى مصنع ومصدر. يا ريت. يعني نحاول دي، حاول ان شاء الله. مليون يعني ان شاء الله باذن الله. يا استاذ علاء عادل، عضو شعبه الادوات المكتبيه بالغرفه التجاريه بالقاهره، نورت الراديو 90 90. نورت. واقول لكل المواطنين المصريين كل سنه وانتم طيبين، وجمهور حضرتك كل سنه وانتم طيبين، ونتمنى اليوم عام دراسي موفق جدا، ونتمنى ان كل الناس تقدر تلاقي اسعار كويسه، ونقدر بجد نخدم ال ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. خلص حلقتنا ده. ايوه، هيكون معانا زميلنا رامي الحلواني واطلاله اخباريه سريعه على اخر مستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للرابعه.